نظمت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني يوم السبت بالخميسات يوما دراسيا حول موضوع تأطير التعمير في العالم القروي، ويناقش مسؤولون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرهم من المهنيين والمهتمين خلال هذا اللقاء الذي يصادف هذه السنة مرور 100 عام على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتهيئة الاختلالات المجالية التي يعرفها التعمير بالعالم القروي. تجربة أبانت الآن مع التمدن السريع اللي تيوقع، مع كذلك زيادة الساكنة، تبين بأن ضروري أن يكون تأطير البناء والتعمير حتى في العالم القروي. وهناك عدد من الإكراهات تبينت في العالم القروي تتعلق بالمساحة المطلوبة، تتعلق بالرسوم المفروضة، تتعلق بالمساعدة ديال طالبي الرخص في المساعدات التقنية والمساعدة المعمارية. وبغينا نخرجوا بواحد التصور مشترك اللي غادي يمكننا ان شاء الله من تحضير واحد المشروع ديال القانون اللي غيكون كيستجب على هاد الاكراهات ويرفع هاد الاكراهات مع الحفاظ على التنظيم ديال البناء وديال التعمير في العالم القروي. ينظم هذا اليوم الدراسي لمناقشة مختلف الإشكاليات التي يعرفها العالم القروي، بالنظر لأنه يتوفر على موارد ومؤهلات مهمة، وكذلك لأنه يشكل قيمة إنتاجية مهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ولكن بدأ في الأخير يعرف اختلالات مجالية مرصودة وواضحة للعيان. ومن خلال هذه المقاربة سوف يتم العمل على وضع تصورات من شأنها تأطير المراجع القانونية أو الإطار القانوني المنظم لمجال التعمير، وذلك من خلال اتباع مساطر لتصحيح واستسواء الأوضاع، وكذلك مقاربات استشرافية لاستشراف مستقبل غد أفضل للعالم القروي. ويروم هذا اللقاء تعميق التشاور مع جميع الجهات المعنية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب وتجميع الآراء لبلورة توصية كفيلة بإصلاح النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للبناء والتعمير بالعالم القروي.